الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع 113، مصطلح اقتصادي إداري من لسان العربي الاقتصادي. عنوان المصطلح: قيود ذهبية، Golden Handcuffs. قيود ذهبية، Golden Handcuffs، في مجال الموارد البشرية، Human Resources، وحوافز العاملين في منشأة ما، هي عطية، هدية أو بقشيش تمنح لموظف ما، عامل ما، من أجل تثبيطه عن العمل في منشأة أخرى.